من الواضح يا جماعة أسعار الكتاكيت اليومين دول مش هتنزل، الأيام اللي جاية سعر الكتكوت هيغلى، اليومين دول في سحب عالي جدا على الكتكوت. تفتكروا من كام يوم يا جماعة ما قلت لكم خف يا جماعة السحب على الكتكوت خلي سعر الكتكوت ينزل، وفعلا الناس بطلت تشتري كتكوت فجأة سعر الكتكوت ينزل واحدة واحدة. دلوقتي زاد الطلب على الكتكوت، كل دلوقتي عايز يسكن كتكوت، سعر الكتكوت غلى عن الأول. وهفضل اقولها التاني وتالت ورابع يا جماعة يا اهل الخير خلي سعر الكتكوت ينزل شوية، خف شوية السحب على الكتكوت، طول ما في سحب عالي جدا على الكتكوت تعرفوا سعر الكتكوت هيغلى، واليومين دول في سحب عالي جدا وسعر الكتكوت غلى بطريقة بشعة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد. فيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هقدم لكم اسعار بورصة الكتاكيت يوم الخميس 28/9/2023 وليكم الاسعار. وقبل ما اقول لكم على اسعار بورصة كتاكيت اليوم هقول لكم على الوصفة ممتازة جدا بيزود انتاج البيض رهيب جدا عند الفراخ، بيديك انتاج بيض كل يوم 90%. مكونين اتنين موجودين في كل مطبخ بنزود بيهم انتاج البيض عند الفراخ، هيديك نسبة بيض 90% كل يوم. جيبي معلقة شطة ناشفة عليها نص معلقة ملح وضيفيهم على العلف الفراخ، استخدمي معلقة الشطة على نص معلقة ملح يوم ورا يوم على العلف للدواجن. بص بيزود انتاج البيض رهيب جدا، مش للفراخ بس، لبط لوز لحمام لأي طيور عندك، استخدمي الشطة والملح يوم ورا يوم صدقيني هتاخدي انتاج بيض كويس جدا، لبط لوز لحمام لأي طيور عندك. وكمان بيرفع من مناعتهم، بيمنع تساقط الريش او الفراخ تديلك كساح، بيكوي العظام ضد فيروسات طبيعية جدا، بيفتح شهية الطيور ومنشط نموه كويس جدا. ندخل بقى على اسعار بورصة الدواجن اليوم. النهارده في زيادة على سعر الكتكوت الابيض 2 جنيه بسبب السحب العالي جدا على الكتكوت الابيض. كتكوت ابيض اهالي النهارده ب 23 جنيه، كتكوت ابيض شركات بادئ من 25 الى 30 جنيه بسبب السحب العالي يا جماعة، سعر الكتكوت رفع ب 30 جنيه. كتكوت بيض حر ب 10 جنيه ونص، كتكوت بيض مشهر ب 12 جنيه ونص، كتكوت رز فرز برابر ب 14 جنيه، كتكوت رز على وش ب 16 جنيه، كتكوت رز فرز ديوك ب 19 جنيه، كتكوت ساسو جلتان ب 16 جنيه، كتكوت ساسو شفا ب 18 جنيه ونص، كتكوت جميزة بيور ب 19 جنيه ونص، كتكوت بلدي هجين ب 15 جنيه، كتكوت سمان ب 5 جنيه، كتكوت فيومي بلدي ب 13 جنيه، كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونز يا جماعه نفس السعر عام 38 جنيه. بالنسبه لاسعار البط، طبعا اسعار البط اليومين دول يا جماعه رافعه، كل يوم في ارتفاع في سعر البط. بط مسكوفي ار 41 البطايه النهارده عامله 45 جنيه، بط مسكوفي مخلط ب 38 جنيه، بط بلدي 30 جنيه، بط فرنساوي بيور ب 35 جنيه، بط مرة المحلي من امبارح سعر رفع 3 جنيه على البطايه الواحده، بط مرة المحلي ب 43 جنيه، بط شرفان ب 33 جنيه، بط بكين عاده اللي احنا مش بنحب نشتروه ولا نشتغل فيه وصل النهارده سعر البطايه 30 جنيه. شفت يا جماعه سبب السحب العالي اللي بتعملوه في الكتكوت والبط علوا السعر علينا ازاي؟ خف يا جماعه السحب شويه، يعني خلي سعر الكتكوت ينزل والبط.